مرحبا فيكم ببرنامج سيستم. العديد من الأخوة عم يسأل هل سيتكرر حظر التجوال في تركيا؟ الإجابة كانت من الرئيس رجب طيب أردوغان. تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل. اليوم الاثنين 13 نيسان كان في كلمة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان، صرح من خلاله إنه السبت والأحد القادمان اللي بيصادفوا 18 و19 نيسان رح يكون في حظر تجوال مثل اللي صار امبارحة وأولت امبارحة في 31 ولاية تركية. طبعا هذا الحظر هو حظر للتجوال في هاليومين، ممنوع للناس تطلع فيه، في استثناءات لناس معينين بيطلعوا فيه. طبعا حتبقى الأفران، حتبقى الأماكن اللي هي الصيدليات والمشافي الخاصة والعامة، دور رعاية المسنين، دور التمريض، شركات توزيع المياه وشركات الشحن وشركات التوزيع، هي كلها حتبقى شغالة. لذلك التنبيه عليه باكرا رح يفيد انه الناس من هاي اللحظة صار بإمكانها تحسب حسابها وتشتري اغراضها وحاجياتها. طبعا شهدت الحظر السابق يوم السبت والأحد شهد الالتزام كتير كبير من العرب خصوصا عموما والسوريين خصوصا. طبعا من حوالي أسبوع كان في كمان مدح للسوريين في ولاية غازي عنتاب من السيدة فاطمة شاهين اللي قالت أن السوريين حاليا أكثر التزاما من الأوقات السابقة، وشكرت فيهم السوريين على التزامهم بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية حول الحد من انتشار فيروس كورونا في تركيا. بالتوفيق للجميع، والله يحفظ البلاد والعباد. السلام عليكم.